نسمع كثيرا عن زكاة النقدين، فما هما وما نصابهما وما المقدار الواجب فيهما؟ النقدان هما الذهب والفضة، وعليهما يقوم النشاط الاقتصادي من زمن بعيد، والزكاة واجبة فيهما بمقتضى قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والزكاة واجبة فيهما في أي شكل يكونان عليه، يعني لو كان نقودا أي عملة مضروبة، أو سبائك، أو تبرا أي مادة خامة، ولا تجب إلا عند البلوغ للنصاب، وذلك شأن كل وعاء للزكاة، وإلا بعد تمام الحول أي سنة من التملك. ويشترط أن يكون هذا المال زائدا عن الحاجات الأصلية خاليا من الدين. ونصاب الذهب هو 20 دينارا كما ثبت في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والبيهقي عن علي رضي الله عنه: ليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وقال مالك في الموطأ: السنة التي لا خلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا أي في الذهب، كما تجب في 200 درهم أي من الفضة. وجاء ذلك في حديث رواه أصحاب السنن عن علي مرفوعا. معنى هذا أن الدنانير عملة ذهبية نصابها 20، ويساوي بالدراهم 28 أي حوالي 85 جراما من عيار 21. والدراهم عملة فضية نصابها 200، يساوي بالجرام قريبا من 600. والواجب في الزكاة هو ربع العشر أي 2.5%، وبتقدير السعر يؤخذ عن كل 1000 جنيه 25 جنيها. ولو كان عند الشخص دنانير ذهب أقل من 20 ودراهم فضة أقل من 200 لا زكاة عليه، ولا يضم أحدهما إلى الآخر كما رآه بعض العلماء، وقيل يضمان لأنهما نقد يتعامل به وتجب الزكاة عند بلوغ النصاب. هذا، والزكاة تخرج وزنا من الذهب والفضة أو تخرج بالسعر الذي يكونان عليه عند تمام الحول.